السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلني هذا السؤال مهم جدا، من أهم الأسئلة التي سئلت حتى الآن هذا السؤال، سبحان الله، ولكن يأتي الجواب من عند الله. جاوبوني من فضلكم، هل كل ما أقول كلمة أستغفر الله يمحو الله سبحانه لي ذنب؟ يعني إذا قلت أستغفر الله 100 مرة يمحو لي الله سبحانه 100 ذنب؟ والله سؤال وجيه جميل، من أجمل الأسئلة. علينا إن شاء الله أن نتعلم سبحان الله. هذا السؤال، شوف الساعة كم هي الساعة الآن هنا، الساعة 11:28، بدي فرجيك إشي كيف. نعم سأريك شيء. طلع، السلام عليكم ورحمة الله. هذه الرسالة الآن وصلتني، الرسالة الآن الساعة 11، أنا وصلتني الآن، نقلتها يعني، فقط سمعتها ونقيت إعداد هذا الدرس إن شاء الله. أنا كنت محضر جواب من خلال هذا الدرس. نعم رحلتي مع الاستغفار وسورة البقرة وكيف نجاني الله من بعد عسر دام سنوات طويلة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني أنا عهدت نفسي أني ما أنزل عن 12,000 استغفار في اليوم، والعينين على 30,000. سؤال وجيه، هل كل ذنب يحتاج إلى استغفار واحد؟ يعني إذا أنا قلت أستغفر الله 1,000 مرة معناها أن الله غفر لي 1,000 ذنب، أم هناك ذنوب تحتاج إلى سنين طويلة جدا من الاستغفار، سنين طويلة جدا من الاستغفار؟ شو رأيك؟ شو قولك؟ شو بتفكر؟ ما هو الذنب الذي اقترفه سيدنا يونس؟ ما هو الذنب؟ الله بعثه لقومه ليدعوهم إلى الله، دعاهم ليلا نهارا، دعاهم ولكنهم لن يسمعوا لهم، فيأس منهم وتركهم. ذنب تركهم، ماذا فعل الله به على هذا الترك؟ ذنب. الله أمره بأمر ولكنه تركه، هو أقام، هو دعا ودعا 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 حتى يأس منهم. نعم، فماذا فعل الله جل في علا؟ القصة معروفة، التقمه الحوت. سؤال، كم التقمه الحوت؟ كم من الوقت على هذا الذنب؟ خلينا نشوف. نعم، أنت ممكن تصور الشاشة لأني أنا سألت. وأما ما سألت عنه من مدة لبثه في بطن الحوت وطعامه وشرابه ونحو ذلك من حركاته، فلم نقف على خبر من كتاب والسنة به فيما أطلعنا عليه غير ما ذكره ابن كثير. ابن كثير ذكر في تفسيره عن مدة لبثه في بطن الحوت، يعني سيدنا يونس، عن سعيد بن أبي الحسن البصري قال: مكث في بطن الحوت 40 يوما، رواه ابن جرير. وقال البغوي في تفسيره: فمكث فيه 40 من بين يوم وليلة. مكث 40 يوم سيدنا يونس على هذه الفعلة. فماذا قال الله عنه؟ لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فما نجاه إلا استغفاره ودعاء الذي دعا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما دعا بهذا الدعاء مسلم إلا استجاب الله له. وهذه دعوة الذنون. فهذا الدعاء أو هذا فيه الاستغفار وفيه التوحيد، فإحنا مناش نفوت على تفسير الله، لكنه كان يستغفر 40 يوما وهو يستغفر حتى أدركته رحمة الله. نأخذ مقطع آخر.
كم بقي آدم سيدنا آدم بحث عن حواء بعد أن نزل من السماء بعد أن نزل من الجنة؟ يقول بعض كتاب التراث إن آدم ظل يبحث عن حواء 40 سنة كاملة حتى أدركته رحمة الله ووجدها هناك في عرفات كما يحكي ابن الأثير. لذا كان من الطبيعي أن يوصف عرفات بجبل الرحمة. نعم. وقد ورد في الأثر إنه عندما نزل أهبط سيدنا آدم أو أبونا آدم من الجنة إلى الأرض بقى يبكي الله، يعني يدعو الله ويبكي حتى يجعل له بيت يطوف به، يقال 400 عام، يقال 400 عام. تكفينا قصة سيدنا يونس، التقمه الحوت على ذنب. نعم، إبليس طرد من رحمة الله على ذنب. نعم، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين. نعم، إحنا كم نسيء الأدب إلى الله، كم نسيء الأدب إلى الله. فمعانا قصص هناك يا جماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: يا معاذ، وأمسك الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لسانه، أمسكه هكذا وقال: يا معاذ أمسك عليك هذا. قالوا: يا رب أو نؤاخذ؟ قال يا رسول الله: أو نؤاخذ بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوهها إلا حصاد ألسنتها. إن أحدكم، ويقول مصطفي موقع آخر، إن أحدكم ليتكلم الكلمة، كلمة لا يلقي لها بال، تهوي به من سخط الله في نار جهنم، أو في نار جهنم 70 خريف، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما تزوج أحد أمهات المؤمنين فقالت عنها ستنا عائشة، أم المؤمنين ستنا عائشة، قالت: يا رسول الله لكنها قصيرة. قصيرة؟ قال: والله يا عائشة لو مزجتيها بماء البحر لمزجته. قصيرة، ولا قالت ولا أي كلمة يعني فضة غليظة، فقط قصيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا جماعة، عشان نعرف، في هناك الناس بتقول لا زلت أموري معطلة. لما تفلتنا واقترفنا الذنوب، وكلما عرفنا أكثر واقترفنا الذنوب أكثر، كان العقاب أكبر بكثير. يعني المصلي الذي اقترف ذنب وأخذ مثلا معه قرض ربوي لربما ذنبه أكبر بكثير من غير مصلي الذي لم يفتح كتاب الله ولم يقرأ إن الربا حرام. نعم، إن الله سيحاربنا به. معانا قصة، هي طويلة بكلمة، ومعانا قصة لأخ رابع بالمرابة. وأنا قلت لكم سنين، والله يا جماعة سديت كل ديني إلا الله أبى أن أسد البنك، يعني القروض، الفيزا وهي الأمور. أبى سنين، قلت لكم قد سديت قبل 2-3 شهور، لكن كل الدين الماضي كله انقضى قبل 8 سنوات، كله انقضى قبل 8 سنوات إلا هذا، وهو ذا كالخنجر في الخاصرة، يعني بيعطلوا حياتك في هذا الأمر. على كل حال إخوتي الكرام، الأمر جلل، الذنوب أمر جلل، عشان هيك الله جل في علاه يقول بآية الاستغفار: ما لكم لا ترجون لله وقارا. لماذا لا تعظم الله وتقترف هذه الذنوب ولا تستغفر وتلزم الاستغفار مع كل هذه الوعود؟ شوف ماذا عطل عليك الله بذنوبك. يقول المصطفى صلوات ربي عليه:
ما لزم الاستغفار؟ جعل الله له من كل ضيق مخرجا، معناها الذنوب جعلتنا جعلتنا نعيش في ضيق، معناها الذنوب جعلتنا نعيش في ضيق، ومن كل هم، ومن كل هم من فرجة، معناها جعلتنا نعيش في ضيق وهم. ورزقه، والرزق تعطل، نعم الرزق تعطل والهم ركبنا والضيق التف من حولنا، أي حياة هذه بهذه الذنوب؟ نعم الله جل في علا يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لعظيم شأن الاستغفار حرك الله لك السحاب، لأنه إذا لقيت الله وهذه الذنوب لابستك راحت عليك، مسكين مسكين أنت من حطب جهنم. لكن من رحمة الله أن ألهمك الاستغفار، من رحمة الله أن عطل عليك كل شيء حتى تلزم الاستغفار، لأنه إن بقي عليك من الذنوب التي ستهلكك فهذا يعني ليس من رحمة الله. فالله أطبق عليك كل شيء عشان تجلس، عشان لا تصل إلى حديث المفلس الذي صلى وصام وحج وزكى وعمل من الأعمال ما عمل، ثم سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا ففنت حسناته فاقترحه الله بالنار، وذاك تلك بديئة اللسان التي كانت تؤدي جرائم في لسانها، قالوا يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانه في لسانه، قال لا خير فيها فهي في النار. انتوا يا جماعة فاهمين شو بتحكوا؟ يعني انت لما تتكلم ومجالس الغيبة والنميمي انتوا من أهل النار، انتوا عمالين تطحنوا فلان وفلان وتسبوا فلان وفلان وتتكلموا بالليل والنهار، كيف بداش تتعطل حياتكم؟ كيف بتكون تتشردوا وأولادنا تموت في البحر؟ كيف؟ ما انت مش معظم الله، ما انت مش عامل حساب انه في الله، حتى مش عامل، فهموك الذنب غلط. اذا سيدنا يونس بكث في بطن الحوت 40 يوم، واذا سيدنا ادم ابونا ادم 40 سنة ويبحث عن حواء، عن امنا حواء، واذا لم يحضرني الان، كانوا السلف الصالح يقولوا كنا نعد على أنفسنا 10 ذنوب، 10 مش 1,000,000,000، وكنا نستغفر لكل ذنب 100,000 مرة. فأخي الكريم الذنوب تتفاوت، مش كل ذنب بده استغفار واحد، في ذنوب تحتاج 10 سنين من الاستغفار، استغفار دؤوب مستغفر كل الوقت، لن ينحل لك أمر حتى تستغفر هذه السنين. وهناك لا تيأس، رحمة الله واسعة، الله سيفتح عليك، لكن هذا الذنب لربما أنت مريض بسببه، ولا يزال البلاء في المؤمن حتى يلقى الله وليس عليه شيء. فإذا كان في تقصير في أمور أنت ما فعلتها، لربما المرض الذي أصابك هو من باب التطهير، نعم لربما قلة المال، قلة الحيلة، الأولاد هكذا، لكن إذا لزمنا الاستغفار وأكثرنا، نعم هذا هو بيت القصيد. ليس كل الذنوب متساوية، ليست كل الذنوب متساوية، قد أؤخر صلاة هذا الذنب، نعم قد لا أذهب لصلاة جمعة هذا الذنب يوما ما مثلا، قد يكون فاتني صيام يوم هذا الذنب، قد يكون سمي ما تشاء بيننا وبين الله. فالذنوب الله بيقدرها كم تحتاج، عشان هيك احنا بنقول نحن نتفاوت. اذا انت انسان مرابي، اسمع مليح، زاني، قاطع للرحم، و شو بدي اقول لك، زاني مرابي قاطع لرحمك، وفلان يعني فقط يتأخر قليلا على الصلاة، ممكن بتفوتوا صلاة فجر، ممكن، خلينا نقول على سبيل المثال، هل يستووا يعني فلان وفلان؟ لا يستووا أخي الكريم، لا يستووا. هذا إذا استقام أمره إلى الله وتاب إلى الله وبدأ صلاته في وقتها،
قد الاستغفار وسيد الاستغفار يمحو له كل شيء، لكن هنا حقوق أخي الكريم، وأنت الله وعدك بالحرب فأذنوا بحرب من الله. نعم الله يحارب بدفعك ثمن باهظ على هذا القرض الربوي، عشان أنت في درهم. عشان هيك عظم الله جل في علا الربا، وقال الرسول عليه السلام لدرهم ربا. الربا إن كان درهم ولا 100,000 درهم هو ربا. لا الزنا يعني إذا واحد زنى مرة واحدة ولا 100,000 مرة ما هو زنا، فهمتها؟ يعني أنا بدي أخذ فقط $1000 ولا أخذ $100,000، أنت مرابي، انتهى موضوعك، أنت أخذت فت على الربا، انتهى موضوعك، أنت فت على حرب مع الله، ما فيش فرق بين الدولار و100,000 دولار. وصلت؟ فأنت فت في الجزئية التي سيحاربك الله فيها. نعم. ولا درهم ربا أكبر عند الله من 36 زنية، أو من أن يأتي أحدكم أمه تحت ستار الكعبة. شوف عظمة الأمر. ونحن يلا بدي أطلع رحلة، أنا علي رحلة بمضي، يلا بأخذ قرض $2,000 بطلع على تركيا، بطلع وين بدي، بشم الهواء بنبسط وبروح وجميل. نعم انتهى هذا الفصل وبدأ فصل جديد، تدفيع الأثمان، الأمور بدأت تزداد ثقل عليك، بدأت الأمور تزداد هم، بدأت الأمور تزداد ضيق، بدأت الأمور تزداد، خلص انت فت على الحرب مع الله. والعياذ بالله، كيف سيفعل الله بالقاتل؟ لا إله إلا الله، القاتل الذي قتل النفس، إذا بالربا هكذا سيفعل الله به. فأخوتي الكرام، الذنوب ليست مثلها مثل بعضها البعض. أنا هنا بدي أوقف، ونحن إن شاء الله، الله إذا ألهمك الاستغفار قل الحمد لله. متى يرفع الله عنك؟ يرفع الله عنك، مش رايح تصير أنت ملاك الطير بجناحين، لكن الله يرفع عنك تدريجيا تدريجيا. الله يريد أن يرى منك التصديق، الثبات. في كثير ناس تأخذهم لحظة، في كثير ناس تبدأ بهمة عالية ثم يعني تنزل هذه الهمة. أنا بديش أطول في الموضوع، لكن الذنوب تتفاوت، وعلينا أن نلزم الاستغفار، وكل أغلب وعود عطاء الله هي في الاستغفار. ليش؟ لأنه الذنب عطل كل شيء، الذنوب عطلت، لأنك أنت لا، أنت تقل الأدب إلى الله. اقضي ما تشاء يا الله، امنع ما تشاء، أنا هذا ما بهمني. فهمت شو صار مع يونس عليه السلام؟ فهمت شو صار مع أبونا آدم؟ فهمت شو صار مع حواء؟ فهمت شو صار مع الناس؟ إذا بتسمع قصص سنين، أثمان باهظة، يدفع الله أثمان ودفعنا أثمان، تيه سنين سنين مع الربا هذا. نعم بنيت تجارتي أصلا على الربا، نعم ما كان معي راس مال منذ البداية، ما كنت أعرف إنه هالقد سيكون الأمر، يعني حتى الله يضخم ويضخم ويضخم الربا، يعني حتى يكبر ولا تستطيع سداده. سبحان الله، بالترتيب القرآن في سورة البقرة يتكلم الله عن الصدقات والله يربي الصدقات، ثم ينتقل إلى الربا، انتهوا من الربا، وإذ لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله. والفصل الثالث يعني الترتيب، نعم الصفحة القبل الأخيرة، قبل الأخيرة في 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 سورة البقرة هي آية الدين، والتي قبلها آية الربا، ولا قبلها الكلام كان عن الصدقات. فكلام الله جل في علاه في الصفحة الرابعة قبل الأخيرة يتكلم الله جل في علاه عن الصدقات، وماذا تفعل الصدقات، وكيف يربي الله الصدقات. ثم انتقل وتكلم عن الربا، وحذرك من الربا لأنه سيحاربك فيها. فإذا أنت بدك تحل أي مشكلة تصدق. نعم، والذين ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الله أكبر، يعني أنا معيش أتصدق؟ نعم تصدق، معكاش تصدق بيعطيك، مفهوم؟ فالصدقات، ثم جت آية الربا وحرم الله الربا. نعم، وسيحارب الله المرابي،
ثم آية الدين، يعني أعد حالك إذا أخذت الربا إلى أكبر فصل في حياتك. أطول سورة في أطول آية في كتاب الله هي آية الدين، وفيها ستلقى نفسك سنين طويلة تتقلب بسبب هذا الربا. نسمع القصص إخوة الكرام، دير بالك من لا تتهاون مع الذنوب، لا تتهاون مع الذنوب، لا تظن الله جل في علاه بيقول لك يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى الله، وأنيبوا توب وارجع إلى الله، فالله سيلهمك الاستغفار، والله سيأخذ بيدك وحدي وحدي، الله قريب مجيب، لكن الله في له سنن لا يحابب فيها أحد. التعظيم واجب علينا، نعم، إنما يتقبل الله من المتقين، التقي الذي يخاف الله، التقي الذي يعني يخاف. يا جماعة بدك تخاف الله، مش تخاف الله تقولها كلمة، تخاف الله يا جماعة. الواحد يخاف الله، بتعرف شو يعني يخاف الله؟ يخاف الله بكلامك في معاملتك، تخاف الله انك انت تسيء الى دين الله لانك انت اسمك محمد تقترف الذنوب، اذا لم تكن مرآة لدين الله ما لك شيء عند الله. لازم تكون انت على خلق عظيم، لازم تخاف الله، انت الله اوجدك مسلم، فاتق الله يا اخي، انت سبب في هذا الحروب التي نحن فيها. لو دليت الناس على الخير ما 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 خضنا هذه الحروب. لو دليت الغير مسلمين على الخير وعلى الدين وكنت مرآة لدين الله بأخلاقك لاعتنقوا الإسلام، لكنك أنت بفكروك أنت الدين وأخلاقك الدين، هذه الأخلاق السيئة. شان هيك حين الله يعذبنا عذابا شديد ونحن لا ندري، نظن إنها هكذا هي الحياة، فهمون إننا تحت البلاء. لا يا أخي، أنت مش تحت بلاء، أنت تحت العقاب الرباني، وكأنه يصب عليك صبا، يعني فأنت مرات بتنظر إلى موقع معين من دول معينة لأنه هو يعد من أهل الدين لكنه يشرك بالله بالليل والنهار، فالنار تنصب عليه أكثر منك، لأنه لازم يعرف أن الله هو الذي يدير هذا الكون. والله يعني اليوم كنا في المسجد وشاب ضرير، يعني أنا من غزة وكل هذا الكلام، ودخلت قبل الحرب وكذا، بده يتصدق، يعني وظل يتكلم يتكلم يتكلم. قلت له أخي الكريم، تعرف تتكلم هذا الكلام لله في جوف الليل؟ تعرف تتكلم هذا الكلام كل الذي تشكوه اشكوه لله بدل ما تشكوه لهذه الناس. يا جماعة الله يريدك أن تنتبه تلتفت إليه، مش تظلك تسأل الناس. الله ما خلقك شحاد ولا خلقك جعلك تمد يدك. هذا الذي أنا بدي أوصله، أنا بدي أوصله إن الرسالة إذا أنت تبت إلى الله وعبدت الله كما يحب الله ويرضى وخفت من الله، رأس الحكمة مخافة الله ومعرفة الله، تخاف الله، لأنه الله لا يتقبل إلا من المتقين. الله لا يتقبل من الهبل، من اللي عامل حاله المرائي، لا يتقبل من هذه الناس. الله لا يتقبل إلا من يعني يخشى، مش ممثل، مش إذا مع الله، مع الله الباطن والظهر نفس الشيء، يعني إذا خالف في محارم الله بالعكس خلوته أفضل من ظهره. إذا خالف بنفسه بينه وبين الله، رأى الله منه كل الخير أكثر مما رأت تراه الناس. هذا هو يا أخي، مش ما الناس ما فيش حدا حوالي، يلا أفلام ساقطة وغيبة وكلام وإباحيات وحدث ولا حرج. نعم بدك تعظيم أخي الكريم، إحنا مش ملائكة، ولكن بدك تعظيم، بدك لما تقترف الذنب يعني تجلس تستغفر عليه، يقول لك كنا نعد على أنفسنا 10 ذنوب نستغفر لكل ذنب 100,000، وانت شو بدك تستغفر؟ انت مفكر حالك انت مدمر الدنيا وفكرك مستغفر كثير؟ انت ثبت ولم يثبت، فليتقوا الله ثبت ولم يثبت، فليخافوا الله، فليرجعوا ويبحثوا لماذا يونس عليه السلام لبث في بطن الحوت 40 يوم، ولو لبث ساعة، لماذا لبث هذه الساعة نبي الله الى هذه الحد انه يلتقي معه حوت؟ الله جل في علاه يعني عاتب
عاتب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عاتبه عندما عندما جاءه الأعمى، نعم عبس وتولى جاءه الأعمى، عاتبه الله جل في علا. يعني فالله جل في علا في سنن لا تحابي أحد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. منتوب. نعم هناك في أدوات اسمها الاستغفار وسورة البقرة، هذه الأدوات لا يمكن أن نصل إلى رضا نرضي الله بدونها. هناك ذكار الصباح والمساء، لا نستطيع أن نصل إلى مرضاة الله بقراءة القرآن لوحده، لا لا ولا وألف مليون لا. مع إن حفظ كتاب الله سقطوا، إن إحنا كنا ما اخترقنا أي عبادي حتى نتقرب إلى الله حتى يرفع عنا ما نحن فيه، ما نفعت. فالكلام مش تنظير، مش الكلام إنك أنت تتعلم العلم ووصير هالقد راسك بالعلم كجوجل أكبر من هذا الرأس عذرا يعني، ثم بالآخر فقط كلام كلام كلام، وأمي في ذيل الأمم، والناس مديوني، والناس مكروبي، والناس مهمومي، ولكن عندما لزم الاستغفار غير الله وبدل، غير أحوالهم وأعطاهم. نسمع القصة عشان ما قصتين إن شاء الله. القصة ستنتهي على الفيسبوك إخوتي في جروب، فينا قنوات للقصص على التعليق الأول. قصص المستغفرين يدلوا بأصواتهم، نعم قصص للمستغفرين، دي قصص كثيرة والله الحمد لله رب العالمين، بأصواتهم وقصص دونت على التعليق وتنزل على جروب القصص على التليجرام، فانشروها بين الأهل وأحباب. يا عمي يا عمي الأمر خطير جدا، هذه الذنوب، هذه الذنوب حالة بينك وبين قرآن، وحالة بينك وبين الصلاة، ويعني اختمار الصلاة واختمار القرآن واختمار الدعاء، لا يسألك دعاء وانت مذنب، بدك التوب وتقبل على الله، وعلامة المغفرة إن شاء الله المطر. والأمر يعني عطاء الله يعني تدريجي، مش مرة واحدة. الله يعني أنت ما بتعطي ابنك الصغير بتحط له علبة شوكولاتة الخد يقول له يلا يا بكل، نعم ليش تدريج في ترباي. نعم يعني المآسي كبيرة جدا بذنوب ما ظننا إنها ذنوب. نعم اختصارا للوقت سأضع رابط القصة الثانية التي هي مأساة 15 سنة في صندوق الوصف لما بتنزل الحلقة إن شاء الله، سأضع هذه القصة أول رابط. الله وبركاته، حياكم الله جميع مجموعة الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي الغالي أبو عبد الرحمن الجميع مجموعة الأخوة عني ولو آية محمد حجازي، كيف حالكم يا سيدي؟ عندنا هذه القصة ما شاء الله. أنا عندي أخ وأخوي مغترب في دولة أخرى بسبب أنه كان عليه قرض من البنك وما قدر دفعه، ثم هاجر إلى دولة أخرى، دولة خليجية كذلك، وقدر الله ما شاء فعل، صدر عليه تعميم في مراكز الشرطة في المنافذ الحدودية والمطارات التابعة للدولة، فهو ما قدر يدخل البلد خلال يعني الآن كمل تقريبا 12 سنة، كمل 12 سنة أو 12 سنة. على العموم ديك الفترة يعني أنا أبوي متوفي من زمان، وخلال ديك الفترة بعد ما توفى أبوي بأشهر صدر عليه التعميم في سنة 2012، في سنة 2012 نعم. فقدر الله ما شاء فعل، يعني خلاص أخوي ما قدر يدخل عمان، ما قدر يدخل خلاص. فكان احنا لما نريد نزوره لازم نروح الى المنطقه الحدوديه ونلتقي احنا وياه هناك، او نزوره في هذه الدوله لازم نزوره هناك، الدوله طبعا الامارات، لازم نزوره هناك في الامارات. طبعا هو تزوج واستقر عنده ابناء، ولكن سبحان الله عملنا له تسويه مع البنك وهو ما التزم، والسنوات تمضي والايام والاشهر تمضي وهو على حاله يعني انتهى في حياته وخلاص، يعني ما يجي البلد معنا. إلى قبل كمل تقريبا 10 سنوات، قبل سنتين بدأت أمي تمرض، بدأت تمرض يعني، وخلال ذيك الفترة إحنا كنا نشيل أمي لما كانت تبى تزوره تبى تشوفه، ولا هو يريد يشوف أمي، أروح إلى منطقة العين الحدودية ونلتقي هناك ونجلس في مطعم ولا في استراحة ولا في حديقة، مرة أنا أروح مرة إخواني وكذا يعني،
أما هو ما يقدر يدخل البلد أبدا. صار اللي صار أحداث كورونا وانقطاع وعزل وصار اللي صار، وما قدر أبدا يدخل سبحان الله. والحنين يزيد والشوق يزيد، وكانت أمي تمرض يعني الفترة الأخيرة، أنا حسينا أن أمي مرضت بسبب كثرة الشوق يعني، وكانت تقول لي يا ابني أنا بموت وما شايفت إنك، أنا بموت وما شايفت إنك. فكان فقط لما يتكلم معها بس مكالمة فيديو، فقط كان يتكلم معها مكالمة فيديو. والعام الماضي لا والله خلال هذه السنة اشتد مرض أمي، خلال شهر 2-3-4 اشتد المرض على أمي، وسبحان الله كان يتواصل والريال بدأ يحس بتاني بالضمير. قبل سنة تقريبا احنا نقول له يا فلان أمي تعبانة، حاول تضبط أمورك، حاول تضبط أمورك. لكن كان هو يقول كلمة عميقة يعني، تصور أنه كان يعني يعمل في سباقات الخيول، وتعرف الشيوخ هناك موجودين، حتى أبناء يصورون مع الشيوخ وحكام الإمارات يصورون معاهم، وكان قريب منهم. ولكن هذا الإنسان في عزة نفس قال أنا مستحيل سأطلبهم ولا كذا. قدم رسالة لأحد الوزراء المساعدة وصاروا قابلهم كلمهم مرة، وبعدين خلاص رجال قال بس ما ما ما, ما بكلم حد يعني خلاص. يقول أنا أعرف أن الله بيفرقها علي بس ما أعرف متى. شهر 5 هذا السنة، شهر 5 مايو زاد المرض على أمي، عفوا شهر 4 إبريل زاد المرض على أمي خلال شهر رمضان. ومسكين هو يعني، وكانت أمي تقول له وتوصل يعني توصل بالتليفون، وبعدين أمي زعلت قالت خلاص أنا ما أريد أكلمة، لأن يعني من كثر اشتياق خلا، من كثر اشتياق ما أنها ما تريد تكلمة، لكن يعني الحنية كذا. على العموم يعني بعد عيد الفطر الماضي قدر الله سبحانه وتعالى في تاريخ 1/5 من تخلت إلى رحمة الله، توفت. وتأثر أخوي تأثر شديد جدا جدا جدا، لأنه ما قدر يحضر جنازتها وما قدر يشوفها يعني. وتعرف أنت الغربة والفراق ويعني وحنين الأم، يعني كان حنين الأم شديد جدا جدا يعني. أي والله لا حضر أخوة الله بالله. سبحان الله يعني توفت أمي، وإحنا بعد العزاء بثلاث أربع أيام رحنا نعزي أخوي هناك في الإمارات، وكان صحيح حقيقة متأثر كثير يعني. وأنا رحت الحج الحمد لله هذه السنة، بس ما أذكر بالضبط قبل الحج أو بعد الحج. أنا جلست معه هناك في بيته وقلت له يا أخوي أنا أريدك تسوي شيء، وتأكد أن الفرق بيد الله والفرق بيجي، بس أريدك تواظب على حاجتين. الأولى تقرأ سورة البقرة يوميا بعد صلاة الفجر، هذا واحد. والشيء الثاني تواظب على الاستغفار، أريدك كل يوم تستغفر. وقمت أرسل له مقاطع من الاستغفار وخبرته قصتي أنا مع سورة البقرة واللي حصل لي في الحج، ولما فضل الله سبحانه وتعالى رأيت سيدنا أبو ذر والرؤى والمبشرات والخيرات، وكيف الله فرقها علينا موضوع آخر كذا. فأقول له أريدك تواظب وكذا، والحمد لله رب العالمين. أخوي من ذاك اليوم تقريبا من بعد الحج إلى الآن تقريبا بنسبة 99% يقرأ البقرة يوميا بعد الفجر، وما يخرج من المسجد إلا بعد الإشراق يوميا، سبحان الله يعني. واستمر بالاستغفار، لكن ما هي بالأعداد الكبيرة، لكن يستغفر، اشترى مسبحة إلكترونية واستغفر استغفر استغفر. وأنا أقول له أدعو دائما ولا تيأس، وإن شاء الله بيجي الفرق. وسبحان الله وخبرته يعني، قلت له شوف من تبدأ تقرأ سورة البقرة بتزيد عندك المشاكل في البيت، ولربما تحصل لك أمور وكذا، فعليك بالصبر وواظب واصل. وبالفعل يعني صارت عندي اشكالات جديده، صارت عندي قضيه سياره اخرى، وصارت عندي مشاكل في البيت، والريال مستمر. وانا اقول له استمر، ودائما اروح لهناك في الامارات واجلس معه 5 أيام 4 أيام في بيته. وسبحان الله يعني الان يعني ابناء حصلوا الجنسيه اماراتيه، لان امهم اماراتيه حصلوا الجنسيه، فما قدروا يعني باغين جواز الابو. الان جواز اخوي منتهي من 2 سنين، البطاقة الشخصية أو البطاقة المدنية منتهية من 11 سنة أو 10 سنوات، ويعني خلاص يعني طلع من عمله، العمل فصلوه من العمل لأن الشركة تقريبا أفلست. زوجته يعني اشتغلت داومت في مكان قريب قبل شهرين، ولكن ما قدرت يعني تضبط باقة أمورها، لأن باغين الجواز، جواز زوجها، وجواز زوجها منتهي. حتى أنا رحت معه في مركز الشرطة هناك في الإمارات، فما مشوا له الأمور، ما مشوا له الأمور لأن الجوازة منتهي، كيف يمشوا له يعني. فسبحان الله خلاص الأمور يعني تقفلت، الأمور تقفلت من كل صوب خلاص يعني. ولكن سبحان الله يعني، سبحان الله أنا أقول أتصبر عليك بالبقرة وأروح معه وما نطلع من المسجد. لما أروح معه هو جزاه الله خير قال المواظب مرات يقرأ البقرة مرتين، قال مرات أقرأها بالليل قبل النوم، يعني أقرأها مرتين في اليوم أحيانا يعني، ومتصبر
يعني تصور انت تقفلت علي الامور من كل جهه. تصور انا اشتريت سياره وقلت يعني اريد اسجلها باسمكم على اساس اني ادخلها بعدين اسوي البطاقه، فمسكين ما قدر اسجلها باسمه، حتى زوجته ما قدرت تسجلها باسمه، وانا اشتريت سياره وخليتها هناك، يعني خليت المبلغ من عندهم ورجعت ما قدرت ادخل السياره البلد. فسبحان الله يعني الاسبوع الماضي انا اتصلت فيه، يعني هم باغين حاجه عليهم وقرر، قال خلاص ما في الامن الا حل واحد، زوجته ترفع عليه قضيه، اتفق مع محامي زوجته ترفع عليه قضيه والموضوع فيه مخاطره نوعا ما. انا قلت له معلش اصبر شويه، انا رحت المحكمه هنا والتقيت بواحد من الناس من الاهل وخبرت الموضوع، قال انا اعرف عنه اخوك. قلت له طيب احنا الان باغين ورقه تثبت، قلت له اول شيء هل ممكن يرتفع التعميم؟ لان هم المحكمه ما حصلوا عند اوراق، المحكمه انتقلت الى مبنى جديد والاوراق القديمه في الارشيف ما حصلوها في الجهاز. احنا قلنا فرصه، حاولنا نشوف حد من الاهل من الجماعه اساس انه يرفع التعميم لمده 48 ساعه واخوه يدخل يجدد جوازه وبطاقته من الحدود، قالوا ما يستوي ما ممكن يعني الا بامر من القاضي. فجزاهم الله خير، انا قلت لهم خلاص يعني احنا باغين ورقه تثبت ان اخوي عليه تعميم واحنا بنوديه هناك الامارات ونشوف الامور. رحت انا مركز الشرطه على اساس اني استخرج رقم التنفيذ، بالفعل حصلنا التعميم موجود في المنافذ. شوف اللي صار، لما انا طالع من مركز الشرطه الا يتصل بهذا الرجل من المحكمه يقول لي فلان اعمل رساله بطلب تسويه مع البنك، اطلب من القاضي احنا نريد تسويه من البنك ونتعهد كذا 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 السالفه. وبعدين قال لي بس انت خلي باقي الموضوع، انت سوي هذا الرساله باسم اخوك. والله انا مباشره رحت اسوي الرساله، سويت رساله واتصلت باخوي قلت له ابشر بخير ان شاء الله الخير جاي. قال لي كيف؟ قلت ان شاء الله بيرتفع التعميم بس انت انتظر شويه. وبالفعل سوينا الرساله بالبكره، هذا الكلام الاسبوع الماضي، ودينا الرساله كان الاربعاء او الخميس ودينا الرساله، قال لي خلاص روح. قلت له كيف؟ قال القاضي بيداوم يوم الاحد، اللي هذا الاحد هي اول امس. والله ودينا الرساله وجالسين ننتظر، صورت الخميس والجمعه والسبت واحنا على حرم القمر ننتظر الاحد تجي. جات الاحد والله طول اليوم ونحن جالسين من الصباح الى الظهر ننتظر. بعدين سويت انا رساله بالواتساب على الشخص هذا، قال لي القاضي بعد ما وصل الساعه 11 12، والله ساعه اثنتين ونص قبل او بعد بشوي اللي يجينا اتصال من المحكمه، يا فلان ابشر الموضوع تم والقاضي وافق وخلاص بترتفع مذكره الى منافذ الشرطه ان التعميم انتهى. والله يا اخوي استبشرنا خير، واتصلت باخوي ما تمالكنا نفسنا من البكاء وخبرنا الاخوات ويتصلوا بيهنوه. والله يعني انت تصور فراق 12 سنه توفت امه ما شافها، والله يعني كانت اختلطت المشاعر، يعني والله اختلطت المشاعر. الشاهد والحمد لله خلاص الموضوع تم خلاص، هو الان بيجي الحمد لله خلاص، يعني الموضوع باذن الله سبحانه وتعالى خلاص الموضوع تم 100%. لكن الشاهد في الموضوع يا ابو عبد الرحمن، الشاهد في الموضوع انه وين كان هذا الحل عندنا نحن؟ ليش بالذات بعد ما واظب على قراءه سوره البقره ليش هذه الافكار من قبل ما خطرت على بالنا؟ ليش لما كانت امي مريضه تبى تشوف هذه الاخطاء الافكار ما خطرت على البال؟ فيا سبحان الله اخذوها بركه وتركوها حسره، يعني جعل الله له من كل هم من فرج من لزم الاستغفار. الله الله والله يعني كلنا عندنا اماني وكلنا عندنا هموم وكلنا عندنا امنيات، ولكن والله نلتزم بس بالاستغفار سوره البقره والله بيجي على الحل. سامحوني طولت عليكم في القصه، ولكن والله المشاعر اختلطت، وبعض الاخوه كانوا يقولوا لي تاخرت 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 لان الوالده توفت وما شافتك، ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وان كانت متاخره الا هذا قضاء الله وقدره. فهذا القصة وسامحوني على الإطالة. نعم الحمد لله رب العالمين، مآسي بسبب ذنوب قرض ربوي دمر حياته، احترق أهله، لم يستطيع العودة، توفت أمه لم يراها، سبحان الله ذنب. معنا قصة أخرى بهذا الذنب عشان نعرف أنه في ذنوب هناك يا جماعة، ديروا بالكم منها، حقوق الناس وأي شيء تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تتعدى حدود الله، انتبه انتبه لحدود الله، إذا قال لك الله تلك حدود الله فتدير بالك لا تتجاوزها. أخي الكريم الله غفور رحيم، نعم ومن رحمته أن جاء بك لتستغفر وتسمع هذا الكلام عشان تحمل الاستغفار محمل الجد، ومش عامل معروفيات يا أخ
يا أخي أنت مش عامل معروفيات، أنت بتستغفر، خليك مستغفر كل اليوم والليل. نعم أنت ما خليت ذنوب إلا واقترفتها، وأنت مش أهل إنك تقرأ القرآن. دك تقرأ القرآن لكن أول إشي دك تستغفر، وصلاتك مش مرفوعة غير ما تستغفر، وما ليس لك قبول في أي عمل غير ما تستغفر. إلزم الاستغفار، توب إلى الله. كم من قصة بتحتاج حتى تفهم إن الاستغفار هو مفتاح، مفتاح رحمة الله، هو المفتاح الذي تطرق فيه باب الله فيفتحه لك، فترى ثمار الصلاة وترى ثمار العبادة والقرآن وثمار كل شيء، وكأن العبادة أثمرت بعد لزومك الاستغفار. وسترى والله جمال، والله هذا التيه الذي كنا فيه، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والفضل كل لله. فلا تبقى على حالك مصر، المتكشفة لا تبقي مصرة أختي الكريمة، أثمان باهظة لربما والعياذ بالله يزوجك الله، لكن ولد من أولادك يعني يجر حياة عمر طويل وهو يتقلب في المستشفيات بسبب هذا الذنب. يا شوف 12 سنة بسبب قرض ربوي. ديروا بالكم يا جماعة، ما لكم لا ترجون لله وقارا، لماذا لا تعظمون الله؟ هذا الذي يسألك الله، لماذا لا تعظمون الله؟ وقد خلقكم أطوارا، فبيعطيك آيات حسية كمان، خلق من بعد خلق في ظلمات ثلاث. نعم الله بيعطيك آيات حسية عشان تعرف عظمة الله، ويعني في آية أخرى، والاستغفار يحرك المطر، والاستغفار يزيل الهم، والاستغفار يزيل الضيق، والاستغفار يأتي بالأرزاق، والاستغفار هو الأمن. ما كان الله معذبهم، ما كان الله ليعذبهم أنت فيهم، ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والاستغفار يزيدك قوة ويعيد لك الصحة ويعيد لك الفهم ويمكن لهذه الأمة بالاستغفار. فليتق الله المنظرون الذين ضيعوا الأمة، ولربما هم أقلام مأجورة، منهم كثير، منهم كثير، نعم، لا يعرف شيئا الاستغفار. فليتقوا الله، ومن لا يعرف الاستغفار فليلزم الاستغفار، أولا يلزم الاستغفار بالعشرات الآلاف، وبعد 6 أشهر فليخرج للناس ويتكلم ماذا وجد، مش من أول أسبوع قل ماذا وجد، حتى لو كان في انفراج في شيء معين. نعم بعد 6 أشهر، بعد سنة، بعد 2 سنين، بعد 10 سنين، شوف شو بده يصير معك بالاستغفار. مرات صراحة بيبقى الموضوع جدا مهم، بحب إني أنبه في عنوان مضلل شوي، لكن الناس بتحب الملايين فمنحط ملايين، لأني أنا معني إن هذه الأمة تستفيق. والله ستجد من حلاوة قربك من الله أكثر من المليارات، ما هو الملايين الله اللي خلقها، والمليارات الله اللي خلقها، والشهوة الله اللي خلقها، صح ولا لا؟ من الذي خلق شهوة على النساء وعلى المال وعلى الأكل وعلى كل شيء؟ الله. إذا أزال الشهوة منك شو بصير؟ تتطلع على المال كأنه ورق، وتتطلع على النساء وكأنها حجارة، حتى رجال، مفهوم؟ وعندما تأكل وتشبع تنظر إلى الطعام وأنت يعني مشمئز من النظر، خلاص بكفي بدناش نأكل. الشهوة الله الذي خلقها. ونعم عندما نتوب إلى الله سيكون حالنا فيه رضا، والرضا هو قمة السعادة، الرضا هو قمة العطاء. إذا أعطاك الله وأرضاك هنيئا لك. الله يبارك فيك ويرضى عليكم. فالذنوب تتفاوت، كل واحد يدير باله من لسانه، كل واحد يدير باله من حدود الله، كل واحد يدير باله. فالذنوب في منها ذنوب تحتاج إلى سنين، وتقول لماذا بعد معطلة، ولماذا بعد معطلة. تفقد ذنوبك أخي الكريم، نعم تفقد ذنوبك، لربما في حق كبير لواحد، لربما بهته، لربما سحر، لربما مظلمة، لربما سجنت واحد في، لربما طردت واحد وسببت في أنه يهاجر لبلاد بسبب كلامك، لربما أنت أسأت إلى أولادك،
لا إلى زوجتك لا أو إلى أولادك فلم يبقوا في الوطن وهاجروا هربوا منك. نعم هربوا من كلامك. شوي شوي جماعة. نعم خليك مرآة لدين الله، خليك هيك صورة جميلة. سأضع إن شاء الله الرابط لقصة أخرى إن شاء الله، قصة 15 سنة من 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 الذل والهوان بسبب كلمة. أنتوا سمعتوا هذه القصة، لكن عشان المختصر للي تسمعوا المعاناة مفصلة كلمة. في فتاة تزوجت فطلقها زوجها بثاني يوم، فقالوا شو مالها هاي هاي البنت فقط مش بكر. اكتشف زوجها أنها ليست بكر وبدأت المعاناة، وهي تروي قصتها. هناك من سمع القصة ومن هناك من لم يسمع القصة، قصتها هي ترويها بلسانها. اسمعوها، قصة مهمة جدا جدا، كيف الله اقتص منها. ولكن عندما تابت ولزمت الاستغفار رفع الله عنها. فالتوبة والرجوع هو مفتاح عطاء الله. الله يريدك أن تنتهي، الله يريدك أن تحط تضع حد لهذه الذنوب، مش مستمر. لما بتتوقف وتبدأ الاستغفار بيبدأ الثمار تأتي، صدقني الله رحيم. لكنك أنت لأنك ما كنت تستغفر بقي هذا الاستغفار. شوف لزم سورة البقرة والاستغفار مدة بسيطة رفع الله عنه هذا الشيء. نعم هناك تتفاوت، لربما الله يبعدنا ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قد يبعدنا الله عن الاستغفار 10 سنين حتى يقتص منا في هذا الذنب، قد يبعدنا. لكن إذا ألهمنا الاستغفار فاعلم أنه يريد أن يغفر لك. لربما أنت بدأت، لربما أنت يعني الآن قد دفعت نص أثمان كل ذنوبك بالمرض وبالدين وبالتيه ومشاكل هكذا. فهمت علي شو قصدي؟ يا لربما أنت صرت بدك تسدد الحساب والله ألهمك الاستغفار عشان يغفر لك، مش أنت بدك تستغفر 100,000. لربما أنت دفعت ثمن ذنوب عشرات السنين من التيه والذل والهوان والديون والأمراض والأسحار، والآن الله يريد أن يغفر لك فألهمك الاستغفار. نعم وكأنك وفيت ثمن هذا الذنب الذي اقترفته بالأمراض وبالديون وبالهم وبالكرب الذي أصابك، ولكن عندما اقتربت أن توفي لازم تستغفر فألهمك الاستغفار، فاستغفرت فغفر لك جل في علاه. هذه رحمة الله. نعم أما بنعمة ربك فحدث، حدث الناس برحمة الله في الاستغفار، كم هي كبيرة وكم هي عظيمة. ننهي هنا إن شاء الله، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.